شخصا بدا يعمل بدايه عمله في الشهر الرابع مثلا اول شهر اربعه صار يشتغل متى راس سنته هو هذا اول شهر اربعه يعني لما تمر السنة ويجي واحد أربعة يرى ما هو فائض ويخمس ثم تأتيه أموال جديدة أيضا يصرف على مدى العام إلى أن يأتي رأس السنة الثالثة عنده زيادة على ما كان في السنه السابقه خمس وهكذا يعني الحساب على رؤوس السنوات الحين نفترض شخص صار لعده سنوات يشتغل وما يخمس يحصل ويصرف الان بعد عده سنوات يريد ان يجد حلا لما مر ما التكليف؟ التكليف ان يحاول معرفه ما كان عنده في رؤوس السنين ممكن بعض الناس عنده ترتيبات عنده دفتر بنكي يسجل فيه حسابه بشكل مرتب يعني لو اراد ان يعرف في راس السنه الاولى كم كان الفائض يعرف يمكنه يجي لاحظ الدفتر يجد انه مثلا في اول سنة مرت على العمل كان عنده مثلا ألف دينار ويدري الأغراض اللي بالبيت تسوالها مثلا مية ميتين بذاك الوقت يخمس يحسب ويخمس ثم ينظر رأس السنة الأخرى اللاحقة يشوف شنو الزيادة فوق ما خمس في السنة الماضية يخمس الزائد، وهكذا إن أمكنه ذلك، هناك فكرتان خاطئتان مشهورة عند كثير من الناس خطأ، واحدة هي أنه هذا الشخص اللي عدة سنوات ما مخمس الان جاي يريد يخمس يقومون يلاحظون اللي ببيته من اشياء عنده ثلاجه رايحه مستهلكه مشتريها ب 200 دينار الحين ما تسوى 20 دينار وفراش وما ادري شنو الرهات هذه الموجوده بالبيت كلها يقدروها مثلا ب 200 300 دينار يقول لي يلا تعال خمس هذه وخلصت القضيه. لا ماكو شكل حكي ماكو شكل كلام اصلا هي هذه من يقول فيها خمس هذه من المؤونه كانت انت تجي تحسب هالاشياء بسعرها الفعلي اللي هو اهبط بكثير واضح هذا اي شيء ينشر عاده لو ينشر ب 500 دينار ويستعمل ست سبع اشهر سعره يهبط هبوطا مريعه ما له معنى يجي واحد يحسب هالاشياء هذه فكره موجوده عند كثيرين الان عقب عده سنوات ما مخمس يجي يقول الحين اريد اخمس خلي احسب كم بطانيه عندي وما ادري كم مخده وشويه شبريت محطوط بالمطبخ ومن الحكي هذا هذا الكلام ما له معنى ولا ولا فائده فيه اصلا يلغى يلغى هالحكي نهائيا هذا واحد هذا جانب التفريط. اكو جانب اخر بالعكس جانب الافراط. ماشي ايضا على الالسنه يقولون هذا كل كل ما عنده حرام اهدومه ما ادري اغراضه بيته كذا سيارته كلها حرام لانه ما يخمس. هذا ايضا غلط. ليش؟ لان هذه الاشياء مو معلوم اشتريت من الاموال التي تخلفت في رؤوس السنين اعيد هالفكره اللي باول الكلام قلتها باول سنه اشتغل فرضنا بشهر اربعه زين الحين طول السنه اللي يحصله ويصرفه ما عليه خمس هذا انصرف راح من جاء راس السنه اللاحق الفائض عليه خمس ما خمس، هذا الفائض ما خمسه. السنة اللاحقة الأموال اللي صرفها مو بالضرورة هي هذه الأموال الفائضة فقط، هو كان يحصل رواتب في خلال السنة الثانية وقعد يصرف منها. احنا ما نقدر نجي نقول كل أمواله حرام وكلها مو عدله فيها خمس. فقط ذاك الفائض في رأس السنة وراها نفس الحكي السنة اللاحقة كل سنة رؤوس السنين رؤوس السنين نحط نقاط ممكن عشرين سنة مشتغل عشرين نقطة هذه النقاط هذه اللي يكون يحسب ما كان فيها أما ما بين النقاط ما بين سنة وسنة كل الاموال التي تاتي وتصرف تنصرف في المؤونه ما عليها شيء فجانبان جانب افراط وجانب تفريط مره يقولوا له هذه كلها هدومك حرام بيتك حرام سيارتك كذا لا مو هالشكل او تاره يقولوا له تعال احسب الثلاجه وما ادري الفراش وهالاشياء الموجوده بالبيت وخلصت القضيه هم هالشكل هذا افراط وهذا تفريط إذن اذا شو يسوون؟ قلت اذا امكن ان يضبط ما كان عنده في رؤوس السنين وكثيرا ما يمكن خصوصا في هذا الزمان الناس اللي عندها دفاتر في البنوك وحسابات يدري من يقعد يحسب يقعد له نص نهار نهار يحسب حساب مضبوط يعرف برؤوس السنين شنو كان عنده الحين مو إلا بالضبط شوية زايد شوية ناقص يحتاط ممكن أو مثلا التاجر اللي يسجل كل ما يصدر وكل ما يرد عنده دفاتر وكذا وتسجيلات بالضبط يحسب حساب مضبوط ولهذا من إذا يطلب له واحد فلوس لو يطلبه عشرة آلاف دينار ونص دينار فوقه ويجي يجي يسلم يقول له اول حط النص لانه يخاف اذا ما حط النص اول من يعطيه تسعه يقول له طيح لي ألف فمن اول يتغدى بي قبل ما ذاك يتعشى بي يقول له حط لي النص اولا هاي الطريقه بعد شو تسوون؟ تجاره هالشكل مو شغله زينه يعني هذا ليس عملا ممدوحا وليس حراما الفلس الواحد هم يريد ياخذه هم يجوز لكن مو هالشكل رحم الله رجلا سمحا هذا حديث حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ثلاث أشياء من يبيع يصير سمح يعني شوية يزيد للمشتري اشترى منه خمس كيلوات شوية خلي يزيد له عشرين جرام ايش صاير يحاسبه على كذا مو من يبيع عشرين كيلو يطير منها كيلو وين ثلاثة المطففين هاي المطففين الموجودة هل كثر تطفيف أكو في الأسواق أنا جاني شخص قبل كم سنة قال لي أنا وجاي من بلد ثانية رحت صرت عند واحد قصاب أشتغل أريد أشتغل عنده عامل يعطيني ميتين دينار بالشهر اشتغلت عنده قال لي شوف اللي يشتري منك 20 كيلو مثلا تحط له 18 قل له هذه 20 بس تحط له 18 واللي يشتري 10 مثلا تحط له 9 قلت له ما يجوز هذا شلون يجوز هو يقول انا قاعد انقل كلامه قال لي اذا ما نسوي هالشكل منين اجيب لك 200 دينار كل شهر اعطيك يعني يريد ياكل اموال الناس الحرام حتى يعطي لهذا كذا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون لما يريد يأخذ يحسب على النص دينار ترى زيدت نص دينار لأن هم يقولون ربع دينار عادة المثال الشهير ربع دينار يقول له أول حط الربع بعدين حط العشرة آلاف زين من يريد يأخذ يحسب على الربع والنص أما من يريد يعطي لا ينقص مثلا هذا مطفف مطفف فرحم الله رجلا سمحا إذا باع لما يبيع يصير سمح وإذا اشترى من يشتري هم لا يصير مؤذي مؤذي كثير من الناس يروح يشتري أذي ذاك الطرف أول شغلة يقول له هذه غراضك ما تسوى فلسين ليش تبيعني إياها بعشرين دينار هم ما تريد لا تشتري ليش تطيحها ليش تكسر الطرف المقابل وإذا شوية هم ذاك جاب له سعر عالي قال له انت حرامي مثلا هذا ما يجوز ما يجوز اساسا ما تريد لا تشتري هو قاعد يقول لك بعشرين دينار قل له غالي شوي رخص لي اذا ما رضى خلصت القضية ليش تتهمه بكذا وكذا واذا اشترى واذا اقتضى لما يريد ياخذ حقه عنده حقوق له حقوق عند الناس لا يتشدد لا يتشدد تصير له مشكله ويا زوجته عايش وياها عشرين سنه عشر سنوات الحين اختلفوا يريد يطلقها يسوي قضايا حقيقه عجيبه وغريبه يؤذيها اذن بليغه المحاكم الصعده والنزله ويريد ياخذ منها اموال كذائيه حتى يطلقها مثلا ويحاسبها اعطيتش فلان شغله وكذا جيب التليفون النقال وجيبي ما ادري خاتم الزواج وجي من الحكي هذا هو التليفون النقال راح يغنيك او خاتم لكن يريد يؤذي اذى مجرد اذى مثلا في حين القران الكريم يقول كذا عند الطلاق اي فامسكوهن بمعروف او سرحوهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان مضمون الآية الكريمة بإحسان التسريح يكون بإحسان بإحسان وارد عن بعض أئمتنا عليهم السلام الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه طلق امرأة ببالي وحده طلقها وأرسل لها عشرة آلاف دينار ووحدة بعث لها يمكن مائتي مئة أو مئتي زق عسل زين زين التسريح بالإحسان لا تصير القضية كلها بالصياح والعركة وكذا وروحي بيت أبوش هاي موجودة أقل كلمة شوية صار حكي يقولها قوم روحي بيت أبوك ما لحق الحكي رغما على أنفه يكون تقعد ببيته ما يريدها هناك ضوابط معينة تجري احيانا طبعا انا مو فقط اخذ الجهه اتكلم على الرجال النساء من نفس الحكي كثير منهن يصرن ظالمات معتديات هذا هم موجود <applause> عموما لما يريد ياخذ حقه هو حقه لا نناقش قد يكون له حق لكن لا يصير شديد في اقتضاء الحق يتساهل ما علينا نرجع لمسالتنا كنا نحكي بالخمس الحين هذا اللي اللي يريد يحل المشكله اذا امكنه ان يضبط ما كان عنده في رؤوس السنين جيد انحلت القضيه شويه يحط زياده احتياط احيانا هذه المساله تنسال انه يجوز واحد اذا حسب الخمس اللي عليه مثلا حسبه طلع 500 دينار يجوز يحط زياده اي يجوز وهو حسن، حط لك 100 دينار زيادة، سويها 600، الـ100 هذه من تحطها مفيدة لأنه ممكن عقب فترة تتذكر أنه بعض الأشياء ما حسبتها فاتتك أو فعلاً إذا بعدين تذكرت تسد هذه إي تسد 100 تسد عن 500، مفيدة يعني هو ترى الـ100 مو 100، الـ100 خمس مالت 500 لو بعدين لقيت لك أشياء تسوى خمسمائة دينار أنت معطي خمسها لا بأس أن واحد يزيد مقدارا نعم ينوي إن كان في ذمتي شيء لا أعلمه فهذا خمسه ليس في ذمتي شيء هذه صدقة تروح للفقراء للمساكين قربة إلى الله تعالى شلون؟ غصبية ماذا؟ اشتراها بأموال متعلق بها الخمس اي هذه مسألة مرت علينا أنه والحين هم نعيدها لا بأس نقول بشكل مقتضى نذكرها الإنسان إذا اشترى إذا اشترى شيئا بأموال قد حال عليها الحول صارت السنة عليها او قام بهالفلوس يريد يشتري شيء اشترى ودفع الاموال قايلين انتقل الخمس الى ذمته خلص وهذا الشيء اللي اشتراه بعد ما عليه خمس نعم متى يكون الخمس في نفس الثوب اذا نفس الدشداشه مرت عليها السنه يعني ممكن هذه شغله موجوده اليوم الناس تشتري تخيط خمس دشاديش ستة سبعة عشرة فانيلات سراويل نعمة الحمد لله هالكثر نعم الله عز وجل معطينا إياها فحاطلة بالبيت كمية ويستعمل كل كم يوم يستعمل صار رأس السنة الدشداشة موجودة بعد ملابسها صار خمس في نفس الدشداشة هذه اللي لو لبسها راح تأثر على صلاته خمس في نفس الدشداشه او عنده قماش مو مخيط حاطه عقب السنه قام شال هذا القماش وخاطه صار في آه في هذا القماش خمس لانه مرت عليه السنه اما اذا اشترى باموال تعلق به بها الخمس ينتقل الخمس الى ذمته فمحل الشاهد هذه النقطه اركز عليها مره اخرى اذا اليوم شخص مر عليه عده سنوات ما مخمس لا يقال له تعال احسب اللي بيتك شو احسب اللي بيته سيارتك سيارته قد يكون مشتريها باموال من ارباح السنه وقد يكون مشتريها باموال مر عليها السنه ما يندره او على فرض لو مشتريها باموال مر عليها السنه ما يخمسها بسعرها الفعلي السيارة إذا يشتريها بعشرة آلاف اليوم يمكن تنشرب ألفين ما يجي يقول والله سيارتي تسوى ألفين وما أدري الثلاجة والغسالة والمروحة والمكيف يقيمها بأسعار زهيدة ويريد يخمسها يقول خلاص أنا سويت اللي علي لا ما سويت أي شيء ولا يقال له كل هذا متعلق به الخمس لا كل متعلق به الخمس ولا تحسب هذا الوضع رؤوس السنين رؤوس السنين ان امكن ضبطها فهو ما امكن فرضنا ما امكن ضعي عليه الحساب برمته هنا تاتي مساله المصالحه التي يجريها الحاكم الشرعي او وكيله طبعا قبلها في مرحلة الاحتياط لو أحب أن يحتاط يقول أنا ما أدري إيش كثر برؤوس السنين عندي بس أكيد مو أكثر من عشرة آلاف لو أجمعها زين العشرة آلاف إيش كثر خمسها ألفين يقول أنا هم احتياطا راح أدفع ثلاثة آلاف مثلا إذا يحب يحتاط الاحتياط زين الاحتياط ممدوح الاحتياط حسن زين أن الانسان شويه يحتاط لدينه، اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. فاذا يحب يحتاط هذا شيء حسن. الان ما يريد يحتاط يشوفها ثقيله عليه يروح الى مرجع او وكيله يسوي له مصالحه. زين المرجع او وكيله شلون يسوي له مصالحه؟ مو هالشكل يعني راسا يجي يقول له صالحتك. تعال ادفع مية دينار وخلصت القضية يسأله المفروض هالشكل ياخذ منا معلومات اجمالية انت كثر راتبك اش كثر عادة تصرف منه مثلا قال راتبي بالشهر الف دينار زين اش كثر عادة تصرف قال 900 يعني لو يجمع التوفير كل شهر مئة دينار بالسنة موفر له الف دينار زين الألف ال 1200 دينار خمسها 240 دينار فيقوم يقدر على السنوات اللي فاتت يقدر له شيء ثم يقول له خلاص ادفع مبلغ معين اتفق وياه صالحتك عما في ذمتك بهذا المبلغ هذا اللي معاشه ألف ممكن واحد ثاني لا معاشه 400 دينار ومصرفه أكثر يصرف يعني قد ما يبقى له شيء بعض الاشهر، قد يبقى له مثلا فحسب حسب وضع الشخص يلاحظ الوكيل المفروض يلاحظ وضع الشخص وحسب وضعه يقدر وياخذ منه مبلغا ما يعتبره مصالحه عما فات ثم يكون هذا الوقت الذي صالحه عليه راس سنه لا وصلى الله على محمد